الواقع الخدمي في العراق يمر بأسوأ مراحله منذ احتلال البلاد، حيث شهد تراجعاً لافتاً نتيجة الإهمال الحكومي وانشغال الساسة بصراعاتهم على السلطة. منطقة جسر ديالى القديم شرقي العاصمة بغداد هي مثال على تردي الخدمات بصورة كبيرة، حيث أكد الأهالي أن المنطقة تعاني من انعدام المياه الصالحة للشرب، إضافة إلى تراكم النفايات ومشكلة مياه الصرف الصحي وتردي الخدمات وانعدام العلاج في المستشفيات والدوائر الصحية، إضافة إلى انقطاع الكهرباء. منطقة جسر ديالى تشهد خروج تظاهرات مستمرة من قبل السكان في كل أسبوع تقريباً للمطالبة بتحسين وتوفير الخدمات وحل المشاكل العالقة منذ سنين في المنطقة، لكن من دون آذان مصغية. كاميرا برنامج مع الناس تجولت بين السكان واستطلعت آراء الناس حول همومهم ومشاكلهم. احنا نريد نوصل هذا الكلام للسياسيين، نوصل للحكومة مطالب هذا الشعب، مطالب يعني بسيطة جدا، هي خدمات جدا. اول شيء ماكو، يعني يطلبون كهرباء، المي، تبليط الشوارع، يعني كلش سهلة، يعني مو صعبة على الدولة. يعني من السياسيين يعني مثلا ياخذوا، يعني كل من قاعد له بقصر وهاي العالم مهجولة بالشوارع، وضحت يا ما ضحت هذا الشعب، الشعب العراقي قاطبة كله ضحى وكل بيت فيه شهيد. زين هسه هل ما عنده شهيد من ذولي؟ كلها اصحاب شهداء، كلها اصحاب شهداء. زين كلها اصحاب شهداء، بس مع احتراماتي للكل، بس اولاد الخايبة صاروا بيها ودافعوا عن شرفهم وعرضهم وهذا وطننا، وحد هذه الساعة ندافع بدمنا على موده. زين بسيطة، شيء بسيطة، جاي تجيكم بالتريلونات بالمليارات هالدولارات، النفط وغيره والمقدسات وغيرها، شوية التفت لهذا الشعب، التفت له، شنو وش يريد الشعب؟ شو يخلي بجيبه؟ تبليط، مي، كهرباء، هاي الشغلات سهلة. يعني يطوها للجان، لجان برا نعطيهم فلوس وخلي يشتغلون، مو شركات أجنبية تطوها لواحد مقاول عراقي يلفطن منا الفلوس وطلع قبل أخذهن، فهذا الشعب يظل ضيمة. فيا أخوتي يا السياسيين يا أهل البرلمان، شوية عينكم على هذا الشعب، شعب العراقي من الشمال للجنوب، لا نتحيز لا جسر ديالى ولا نتحيز لبغداد ولا أي واحد، قاطبة يعني شعب هذا الشعب انظلم، انظلم الشعب، وهاي جسر ديالى كل شيء ما يريدون من عندكم، بس الخدمات، الخدمات البسيطة كملوا لهم إياه، هل تبليط هذا البسيط ما يوصل لهم نظيف؟ ليش هذا ياخذون يعني هاي مجاري بغداد، مجاري بغداد جاي توصلت يشربون بها ديدان وبها اشكال والوان، وهسه تريدون من هذا الشعب ينتخبكم مره ثانيه او مره ثالثه؟ 15 سنه من سقط صدام ما سويتوا لنا ايش؟ جسر ديالى على حطته وبغداد على حطته، كلها على حطته. زين لا ماكو خدمات، واتحدى اي واحد مع احتراماتي لهذا الشعب وهذا المواطنين، تخسع الواحد بعد يطلع وينتخبكم، تخسع الواحد بعد يطلع وينتخبكم. يعني انتم السياسيين اسمعوني كل الزين، انتم خليتونا نترحم على صدام حسين ونقول الله يرحمه. زين ليش؟ لان من افعالكم هذا الشعب كله انظلم. يا اهل ما انت شهيد، لا راتب للشهيد، لا تقديرا للشهيد، لا تقديرا لاي شخص. ليش؟ بيوتكم بنيت، فلوسنا كلها راحت للخارج، كل من باني له برج برا، كل من باني له فيلا، كل من كذا، وهذا الشعب ضال بالمليارات. زين الحكومه السابقه قبل العبادي، اللهم صل على محمد وال محمد، اخذ له 120 مليار دولار حطها باسمه بالخارج، ويعرف من هو، وكل الشعب يعرفه منه. زين والقبله 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 من جنسين جنسيات اجنبيه، وحاطهم جبل، جبل وضع، جبل وضع، ما جبل وضع، طلع جنسيه البريطانيه يطلع برا. يا العراقي لو هو بيغير على العراق
كان لا هو عراقي صحيح يصير به غيره على الشعب العراقي، لكن مو عراقيين يا اخي، مو عراقيين. جاء ذولا جاي يمثلونا مو عراقيين، ذولا جو من برا مستنزفين على مود الماده، على مود الماده جوي. والله كانت الريحة، كانت الريحة والله العظيم، وماء مجين وطقت على المجاري. الله يستر عليكم ويخليكم، الله التفتوا علينا بداه رب العالمين. نريد من الحكومة يسوي لنا موتة، والله موتة ما تكسبرنا والله العظيم. الله يستر عليكم بداه الشيخ عبد الله، الله يخليكم. اي والله الله يستر عليك فجاه علي بن ابي، والله الريحه موتني، لا تبيت لا ماي لا موتني، والله العظيم موتني، والله تصبرني. الله يديك العافيه، الله يخليك، الله يستر عليك فجاه رب العالمين. يسع الحكومه، اريد منكم الا ما تسوي لنا مجاري، تسوي لنا تبيت، والله شواري شواري ريحه ثلاث ريحه موتتني. خدمات ما عندنا، اي والله ما عندنا خدمات، انا برحم على والديك، سوي لنا خدمات، سوينا مجاري، سوي تبليد، رحمة على أمك وأبوك. الله يعطيك العافية يا بجاه رب العالمين، الله يسر عليكم. أنا أشكركم أشكركم حاج، الله يعطيك العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لقناتكم اللي هي سباقة بالأحداث وجدت تدق للواقع. أولا إحنا شباب منطقة جسر ديالة أجمعنا إنه ما يدخل أي صندوق اقتراع الجسر ديالة إلا بعد تحسين الواقع الخدمي، لا ماء لا كهرباء لا تبليط. اول الطالب اهم شيء وابسط شيء هو التبليط والماء، لان ذن اهم شيء بحياه الانسان. اولا خلي العبادي، اوجه كلمه للسيد العبادي رئيس الوزراء، خلي يامر وزرائه الى النزول الى الشارع. ما يصير وزير ما ينزل الى الشارع يسمع منا انه 30 نفر طالع من منطقه جسر دياله. لا، احب اقول لهذا المسؤول انه الاف طلعت هنا لجسر دياله، هي تنتقد الواقع الخدمي. اولا التبليط ما نقدر نطلع من مطرة الدنيا، التبليط وصل نص متر فوق القاع، هذا الشيء لا يجوز. ثانيا من اي جانب توقف عين العراقي؟ اولا الجانب الخدمي لا تبليط لا ماء، الجانب التعليمي لا مدارس، مدارس كهربانيه واحنا بسنه 2018 ماكو، كل مدارس كهربانيه، ولا احنا عايشين بافغانستان؟ احنا دولة عراقية صاحبة ثروات، صاحبة نفط، البرميل النفط كان ب 21 هسه يوم 76، شنو الفرق؟ وين الخدمات؟ المواطن العراقي ما جاي يشوف كل شيء، ما راح ينتخب. احنا منطقة جسر ديالة قررنا ما ننتخب ولا واحد، لأنه نفس الوجوه، السيد العبادي ولا السيد المالكي نفس الشيء، كان البرميل ب 26 نزل 76 نفس الشيء. احنا منطقة جسر ديالة قررنا ما راح ننتخب، لين لا تبليط لا خدمات لا ماء، وما شفنا صار لنا هاي سابع مظاهرات منطقة جسر ديالة تطلع، ماكو لا مسؤول لا أمانة لا محافظة، ما نزلوا منا كي يسمعون يقولون 30 نفر، بس هنا بالواقع آلاف، وبعدنا بعد ونقدر نطلع البيوت والنسوان والجهال والأطفال والشباب والشيوخ كلها راح تطلع إذا ما تم تلبية المطالب. أولا مطالبنا مشروع هذيك وينها، وعندنا نسخة، عندنا لجنة تنسيقية هي اللي راح تتفق ويا أي وفد يجي، سواء من مجلس الوزراء، سواء من مجلس المحافظة، سواء من أي مكان. أكو لجنة تنسيقية هي مطالبنا واضحة. أولا تبليط، اثنين ماء، ثلاثة جعل مستشفى طوارئ، لأن إحنا ما عندنا كل مستشفى، منطقة جسر ديالة تعاني ماكو أي مستشفى. أي واحد يصير عنده حالة طارئة، أي واحد يصير عنده حالة طارئة يتخربط، يصير أي شيء يفقد الوعي يموت، لان ماكو اي مستشفى هنا. لازم تعبر لزعفرانيه اللي هي 3/4 ساعة لازم طريق، تعبر لتويثه نص ساعه طريق، لان طسات ما تقدر تمشي سياره. احنا متضررين، نريد نوصل كلمتنا لرئيس الوزراء، وشكرا لكم. جيت على الدبابه يا عم، اليوم ويا ايش قد تصرف؟ قرجات قرجات بالليل، ايش قد تصرف على القرجات؟ ما تقدر تصرف على دياله؟ ها؟ اريد نبيع بيوتنا هسه ما حد لنا بيشتريها. ليش عمي؟ شنو كاتلين لنا سيد؟ شو مسوين؟ ها؟ عمي نشيل نهج؟ وين نروح؟ سولفونا انهجمت بيوتنا، طاح حظنا، هيك اريد اسولف. شنو هذا؟ مو حكي عمي، لا مستشفى، لا اسخان بباي هنا، شو تريدون؟
نروح للزعفرانية. ليش بويا نروح للزعفرانية؟ احنا دافعنا على بغداد، هاي نوب تاليتنا، احنا اعطينا شهداء، هاي تاليتنا. هو هذا ابن شهيدي جدي، ابن شهيدي جدي، والله لا يوفقكم. عيب على رئيس الوزراء، كل لنا سبع شوارع لو 10 ما يبطون، والله عيب عليهم، عيب عليهم. اي خدمات لنا كل سبع شوارع ما يعرفون يبطون، ومجار مي ما عندنا، اللي يجي مي والمجار ثلاثه خبط، مستشفى طوارئ ما عندنا، قبل ما يودون المريض تلقاه ميتنا عبور الجسر، عيب عليهم. شو السالفه؟ ما تقول لنا كنا كل سبع شوارب. كفيلك العباس، كل شيء ما يسوون، ولا ما يبقى رئيس واحد ولا برلمان ولا غيره، كل الاحزاب كنت تنشال. يلا يبقى يصير شغل، والما اذا ماكو شيء يعني ما يقدرون يشتغلون، خليها ببالك. كل الاحزاب تجي جره جيبه، كل من اريد شد تيل، لا اكثر ولا اقل، هاي هي. البرلمان يشيلونه سليم الجبوري، والعباد يشيلونه، ومعصوم حاط بنته، مستشاره مالته معصوم حاط بنته، وذاك حاط ابنه، وعلى العلاق دارس مجلس الوزراء كله على العلاق، والعلاق والعلاق، ظلوا بس العلاق. شيلوهم شلع قلع، ما نريدهم. قلع كلهم حراميه، شلع قلع كلهم حراميه، شلع. والله العظيم يتعاركون البرلمان بيناتهم، يطقون مصدر باب الشارجي بالقران، تسولهم مفخخه وطقوا، وها طالع للمصراني. مو تنقلوا تشيلون هاي الكلام، شيلوه سليم الجبوري والعبادي ومعصوم، شيلوهم ما نريدهم. خدمات جسر رجال اخوي ما بيهبت، تعطب للمنطقه هاي من باب الشيخ للساهرون للعريفيه للشيشان، اي خدمات ماكو، تعطب لها شوفها بعينك، هاي القناه تصور قدام، تريد احنا نوديك عليها عمي؟ المي الطيانه تطلع لهنا، شوف هاي الطفله، صورها الطفله جت من المدرسه، الطين مالتها لهنا، الطين مالتها لهنا زين، يعني الطين ماك خدمات، المجار طق علينا، طب علينا البيت، نطلب من دوله رئيس الوزراء انظر بحالنا، انظر على هاي المنطقه عمي، ما اري كل شيء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشكركم عمي. بحيث ان الوعود اللي انطوها كلها ما تنفذت، كلها وعود كاذبه او وعود غير صحيحه غير تعبير. يعني احنا واعدونا بالبدايه قالوا على شغلات بالمنطقه، انا لو اسولف لك على المنطقه، انا يمكن عشت الجيل الرابع، يعني يمكن اربع عقود بالمنطقه، انا عمري اكثر من 45 سنه. هاي المنطقه لو شوفها بالسبعينات، والله العظيم بالسبعينات كان حالها احسن من هذا الحال هسه 2018 انت تباع للمنطقه ما تلقى بيها شارع واحد بيها نظيف بالمنطقه، مستشفيات احنا عندنا مستوصف كان واحد مغطينا بكل شيء، هسه مستوصف ومستشفى ثاني هم اللي جهزوا، يمكن هم مو هم جهزوا الامم المتحده، وكلي تمام ملبي طلباتنا، لان كادر ما بي اساسا، لا كوادر لا، وتبقى الخدمات هاي مال المنطقه. احنا السياره مالتنا مشي نعبر بربع ساعه من بيتنا اللي جاي، امشي مشي ربع ساعه بالسياره، اذا اجي من البيت اللي جاي سيارتي الخاصه مواصل بنص ساعه، طريق المعاناة الحفار الموجودة به، التكسرات اللي بالشوارع، وإضافة للازدحام اللي يسوونه هم نفسهم السيطرات وغيرها الجيش والحكومة. هاي من ناحية إنه الخدمات مالتنا صفر، احنا عايشين بوضع يعني ما أعرف شلون أوصفه. وبالنسبة للي هاي المنازل مالتنا، بيوتنا احنا بيوتنا كانت أسعارها مقاربة للزعفرانية، لو تجي شوف الاسعار مالتنا مال المنطقه مالتنا، الله شاهد ربع السعر ما يجي، واغلب منطقتنا غادره للزعفرانيه وغير الزعفرانيه، كله بسبب الخدمات، خدمات ما عندنا صفر، شغلات يعني معاناه ما، والاحد الشغلات الامنيه بها يتطبق علينا 100%، الشغلات الامنيه تتطبق علينا 100%، ولحد هذا اليوم شوف المعاناه مالتنا. انا اتمنى انت او اي قناه من قنوات الطب شوف المنطقة شبيهة من هناك، يعني مو تصويرها من هنا تشوفه يم براس وشنها، حتى هذا راس الجسر من هنا تعبر من الجسر من هنا تلقى بعد منطقة حلوة وتبليط وخدمات موجودة، لكن هنا من تبدأ من هنا من أول متر إلى آخر متر الجسر دياله ما تلقى يعني فشي يعني يسر الناظر أبد، مستحيل. أغلب معاناتنا
احنا ما رايدين اي شيء من المسؤولين او مجلس الوزراء او غيره اكثر من شوي يعتنون بمنطقتنا. جابوا لنا مشروع اللي قالوا بيهم هذا المشروع مال التبليط او غير التبليط، اول مره المجاري، هم المجار كانت عندنا مجاري سطحيه وتبليط حلو، مقرنص كان موجود صحيح بالمنطقه، الله شاهد لو بقينا على ذاك احسن لنا ب 100 الف مره من هذا اللي سووه. سووا مجاري وقالوا مجاري تفيدكم، وتعاشب المجاري بيوت مالتنا قام ترجع علينا المجاري والشغلات مالتنا قام ترجع علينا المي للبيوت مالتنا، ما نعرف يعني شلون، وما اعتقد نخلص ساكليته. وانا هسه اريد اسالك انت حتى بالقنوات، انتم مال القنوات يعني وتمثل حزب، فرات تمثل حزب، المسار تمثل احزاب، وكليه الاحزاب هي مو الدوله نفسهم والمسؤولين نفسهم، هذول القنوات نفسهم هم لو صدق يعني من الدوله كان بدون هم بمكان ما انا احكي وغيري يحكي يمكن نفسي انتم اهل القنوات يوصلون صوتنا احسن من عندنا. جزء انا ما اعرف اوصل صوتي او ما اعرف اتكلم، ما عندي فد سلاسه بالموضوع وما اقدر اجيدها. انت ابو الاذاعه نفسيتك، ابو الفرات مسؤول يعني حزب كامل، ابو المسار، ابو العهد، كلتهم عندهم هم مسؤولين، هم مسؤولين العراق، وجاي يشوفون يجون يصورون ويرحون ونفس الحاله ماكو، كل التغيير ماكو. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ناحية جسر ديالة، جسر ديالة احنا عندنا هذا الجسر مال جسر ديالة، شوف هالسلج قدامك، جسر ديالة احنا متأذين من هذا الجسر، الجسر هذا علينا انتقام، يعني جهاننا تمرضت من يمه، جهاننا صارت فيهم انواع الحب، يعني جهاننا تأذينا حيل تأذينا. واول شيء احنا جسر ديالة هنا يعني بيناتنا هنا جسر مال المحافظات، احنا سوينا اعتصام هسه نقدر بأي وقت نقطع الجسر عن المحافظات الكل. بس احنا شو نريد؟ احنا طلباتنا كلش بسيطه، هي شنو؟ هي التبليط، التبليط والمجاري. المجاري اشتغلوا به هسه عندهم، يقول احنا عندنا ضمان 80% مشتغلين جاهز. احنا شو نريد هسه؟ نريد بس التنفيذات، يعني وعدونا وعود، محافظ بغداد وعدنا وكل شيء ماكو، لحد الان كل تنفيذ ماكو. هسه احنا قبلنا بكل شيء، يعني الامراض اجتنا، احنا عندنا الطاقه الذريه، متاذين من الطاقه الذريه، متاذين من المنطقه. الانقاذ عندنا هواي، الاوساخ بالمنطقه هواي، يعني ايش نحكي؟ يعني اكثر شيء واكثر شيء هاي الوضعيه اليومكم، هاي مالت الجسر، يعني المجاري الزعفران ذب علينا، التويثه ذب علينا، يعني المناطق كلها ذب علينا واحنا متاذين. تاذينا حيل تاذينا. واحنا الناشد رئيس الوزراء، من رئيس الوزراء ان يشوف المنطقه، وحتى لرئيس الوزراء هو يعني من رئيس الوزراء شنو مواطن حاله حالنا، خليه يجي يشوف الوضعيه، يودي لنا وفيد كل شيء ماكو، وجاء كل شيء ما نحصل من الوعود. واحنا نريد من يومكم هاي القناه الشريفه، هالمنبر الشريف ان تنقل الصوره. وانا اشكركم. السلام عليكم. عم تحكون على هذا المي مال دياله؟ هاي الشباب كلها ما صايره. هذا مي دياله ينضرب المثل، هذا اسمه نهر الوند. يغذي من السعدية من خانقين إلى هاي الجزرة مال المزرعة، هاي كل العوائل عايش على هذا المي، السماش عايش على هذا المي، الفقير عايش على هذا المي. هاي جزر ديالة بالستينات مي ماكو مجاء مال بواري، العالم تنقل على تكرمون على الحواوين حش السامع ويبيعون مي من هذا المي. هسه قربتو خريه يا عمي، هو هذا المي يا عمي، هذا ما هيك سويته بعلي من عمي، وعساكم بعد اكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. عمي احنا لا نريد تبليط لا نريد كل شيء، بس هاي السرطانات هاي تسوي خلي يشيلونها. ليش دابين كل ماي بغداد المو زين، المجاري دابين على هذا ليش؟ ماكو واحد يطلع يقلهم يابي ناس هنا صار بيها سرطانات ماتت، ما حد يحكي. وزين هو التبليط منين غير من النفط؟ من النفط الاسود يسوون الاسفلت، واحنا اهل النفط. بشيلوا سليم الجبوري والعبادي العراقي يصير براسه خير.
المنطقة جسر ديالة. اليوم اعتصامات صار 4 أيام وماكو كل مطالب، يعني لا تبليط لا مجاري، كل شي ماكو. جسر ديالة الزبايل بيها، كل شي ماكو، يعني لا ماكو حتى مي ماكو، كل شي ماكو بيها. وهذا الشط قدامكم جاي تشوفونه كله الوصايخ بيه، وامراض صارت عندنا ومنها الطاقة الذرية يمنا. يعني بس احنا هاي جسر ديالة، الحسينية بلطوها، ما ظل منطقة ما بلطوها. هاي الزعفرانية، الزعفرانية احسن من عندنا، لو رئيس الوزراء احسن من عندنا. شنو الفرق بينه وبيننا؟ يعني شنو الفرق بينه وبيننا؟ هو بشر واحنا بشر، يعني هو مرتاح احسن من عندنا، واحنا كاتلنا الضيم والوسخ والامراض هاي صارت عندنا. زبايل حتى كل شيء ماكو، لا خدمات لا شيء، كله طسات وحفر الشوارع وكل شيء ماكو. نطلب من القيادة العامة، القوات المسلحة، يديرون بالهم على الشعب، يديرون بالهم على الطرق هذه التعبانة، يديرون بالهم على الناس اللي ما عندها، يديرون بالهم على الناس الفقرة، على الشوارع هاي المنبلطة، على الناس اللي مكملين دراسة وما متعينين، على الناس اللي تارسين المحافظات كلها بطالة. طالب بالتبليغ. اثنين الشوارع كلها خايسة، ثلاثة المي حتى كلها بكتيريا. تعالوا شوفوا، فحصوا وشوفوا، الجهال كلها مرضى، تعالوا شوفوا. وهاي هنا عندك الطاقة كلها أمراض سرطانية، المفروض الكهرباء ما تطفل، وكلهم ذني الخدمات كلهم ماكو. تعال طبوا المنطقة وشوفوها، عاجبكم الوضع شلون يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نطلب الحيدر العبادي الى التبليط والمجاري لناحية جسر ديالة، انه منكوبة من كل هم خدماتها. عشائر عندنا 136 عشيرة في جسر ديالة، يعني هل معقولة يخليها الشكل لا مجاري لا تبليط لا امور؟ وشو كلها واقفة، باهتة كلها موجودة، اولاد كلها موجودة، يعني مترهم لازم نريد خدمات. الحيدر العبادي سوى عدلة وعن ثلاثة الزلازة عجبة صديق كذب العلم يم الله ما نعرف بعد. هو احنا طول مواعيد بس نتيجة ماكو، نريد احنا مواعيد مضبوطة. لو مواعيد مضبوطة يقول هاي التات لو في مالها ما ترى بشكل. لازم اكو منهج لهذا الامر، منهج لهذا الامر. هاي الامور يعني 136 عشيرة في جسر الجالة كل عشائر، يعني ما ترام مصير ولا خليه وين يشوف يشوف على شكو ماكو، خليه يشوف المجاري يشوف الامور يشوف الوضعيه. ما ترى بهالشكل، يعني يقبل هالشكل هو يجي يقبل هسه ويقعد، يقبل لا يقعد هسه، خليه وين يقعد هنا. واحنا السلام عليكم، مشكوره لذاعتكم، بارك الله بيكم. احنا نحييكم كل التحيه ونشكركم على حضوركم لمنطقتنا. منطقتنا مثل ما شفتوا يجوز وصورتوا، حتى احنا ما يحتاج نحكي، كاميرتكم هي اللي تحكي وهي صورت المنطقة. هاي المنطقة منطقة منكوبة، واحنا بصراحة عندنا مطالب، وهي مو مطالب، هي حقوقنا، حقوقنا المشروعة والشرعية لهاي المنطقة. المنطقة منطقة منكوبة من كل الخدمات، لا من ناحية الصحة، من الكهرباء، من الماء، من التبليط. واحنا نشكركم ونشكر حضوركم بقناتكم المواغرة، ان توصل صوتنا، توصل صوتنا لكل واحد، كل واحد بالدولة. نشكركم على هاي جيتكم، على يعني توصلون صوتنا بكل العالم. نشوف مطالبنا ان تبليطات موجودة، ذنشون تبليط مجاري تتكمل، وعندنا مستشفى كاملة بس ما بيها كادر، نريد نجيب لك كادر. وعندنا دائرة مال المي، يعني شكل لك يعني شغلات بسيطة، والله بسيطة، شغلات بسيطة بس ما حيطبقها. واحنا نريد هاي القناة مالتكم توصلها الى اي واحد بالدولة كان من يكون، هو يوصل صوتنا وان شاء الله يصير خير ان شاء الله. واحنا نشكركم على كل جهودكم. يعني هي مطالب كلش بسيطة، هذا هسه هذا يعني شالوا الحصوات مال هذا السايد دبوهن على هذا، يعني ماكو كل تغيير. الناشد من العالم المسؤولة، من الدولة، من الحكومة، انه يشوفون هاي المنطقة المنكوبة، كفيلك العباس منكوبة، يعني هاي الطلاب مالتنا اللي جاي المي مالتها، اطفال اللي جاي تغوص بالمي، الله اكبر، وين احنا؟ وين يعني بيا عصر احنا؟ منطقة جسر ديالة حقيقة
أسست سنة 1920، يعني بدايات القرن العشرين، ومضى على تأسيسها حوالي القرن. مثل هذه المدينة اللي مضى على تأسيسها قرن من الزمان، يجب أن يكون هناك خدمات للمواطن. جسر ديالة أبسط ما يقال عنها أنه هي منطقة بدائية بسبب الخدمات اللي متقدمة للمواطن، حيث لا طرق معبدة، لا خدمات، لا مجاري. احنا نشكر قناتكم اللي جاي تغطي معاناة منطقة جسر ديالة، صار لنا 7 أشهر الظاهر زين، ويومية جاينا وفد هسه ورايح وفد، والله ناخذ مطالبكم ونرجع لكم نتيجة. هم ما يعرفون مطالبنا، شنو الكلاوات هاي زين، شنو مطالبنا؟ ناطحة السحاب، تبليط الشوارع يبلطونا اياها، منطقة لا صيفنا صيف ولا شتانا شتاء زين، وهسه جاية انتخابات وجايين تعالوا انتخبوا، وهذه المدائن عندنا هنا باسبوعين بلطوها، وفروا له تخصيص مالي، هم ناسنا واهلنا زين، وبلطوها لهم. احنا شنو؟ ليش تخصيص مالي ماكو؟ تخصيص مالي ماكو، شنو التخصيص مالي؟ عندك ميزانيه طوارئ تقدر توفر لنا الخدمات مالتنا، وخلونا نضطر لهاي الطريقه المو حضاريه، هي قطع الطريق وهذه زين. احنا دعاة اصلاح، مو هاي اللي ندعو اليه. فاللي نطلب من قناتكم انه توصلون صوتنا. احنا بالنسبه ان كل شيء ما رايدين، أنا عمري 33 سنة، الله شاهد علي، من زمان قالوا أنا طفل، قالوا راح نبلط، بلطوا جسر ديالة. أول شيء كلهم حرامية، أنا أقول لك اللي جاي أحكي لك، يعني إحنا كل شيء ما رايدين، مطالبنا إحنا شنو اللي رايدينها؟ تبليط، لا مستشفى بيها حظ، لا تبليط بيها حظ، لا خدمات بيها حظ، يعني إحنا شنو؟ يعني إحنا 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 مكيفين لهاي الوضعية؟ إحنا ما مك... بس إحنا من ضيمنا، من قهرنا. لو ما مقهورين احنا ما نسوي هاي الحالة. بسم الله الرحمن الرحيم، احيي قناتكم الموقرة واحيي كل القنوات العاملة اللي تنزل الشارع تنقل هموم الناس، فقط القنوات اللي تنقل هموم الناس، اما القنوات الاخرى ما لها اي شيء ويانا. احنا حقيقة مطالبنا تلخص في مطالب هي ادنى ما يمكن، نزلنا الى مثل ما يقول اضعف الايمان، يعني هو تبليط المنطقة وشبكة الماء صالح الشرب والمركز الصحي، 3 مطالب أقل ما يمكن بهذه المنطقة، لا أقول المنكوبة وإنما أقول المعدومة. بصورة عامة بالنسبة للتبليط مال جسر ديالة، قبل هذا بلطوا الشوارع ومقرناص بدون مجاري، فبعدين سووا المجاري. هسا المجاري هسا احنا بطلنا نريد بس التبليط، يعني المجاري بلطوها بس هي هسا مسدودة حاليا، يعني مسدودة مياه الأمطار وهاي ثقيلة ما ثقيلة، فانسدت المجاري. هسا احنا ما رايدين شيء، رايدين بس تبليط. وشيء ثاني عندنا هذا الشط، هذا يعني حيل مأذينا الشط، اولا رياح بي وامراض جلديه يعني، ونفس هذا المي ماكو، هذا الشط يذب بنهر دجله، ومن نهر دجله ويجي لسالة سحبه مال المدائن، ويجينا مي ما ينشرب، يعني مي ما يستخدم للانسان، الحيوان مكرم سامع ما يشرب من عنده. فاحنا نعاني من هاي المشكله. وشيء ثاني بالنسبه للمدارس، المدارس كرفانات، يعني بهالوقت هذا 2018 كرفانات مخلينا مدارس كل 4 برحله، ما يصير. فاحنا نعاني من هاي يعني المشكله، وناشد قناتكم الموقره ان توصلون صوتنا. اي والله. وشيء ثاني المستشفى عندنا، مستشفى الساهرون بالاساس هو مستشفى عام، قلصوه هو مركز صحي، يعني لا بسياره اسعاف، لا بي صالة مال الولادة. قبل أول ما صار مستشفى بي صالة مال الولادة، بعدين لغوها، يعني ماكو، صعبة علينا، يعني يصير عنده حالة ولادة لازم المستشفى الكرادة أو للمدائن. فعلا نعاني من هاي المشكلة، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم حج صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حجي شو أخبار الحكومة؟ هو شفت هنا من الحكومة طرقاء بنظام قبول خارج غوص، والله وحق هذا الله خلقنا ودزلنا أنبياء، ومع الأسف ناس تاكل بناس.
بسبب هؤلاء السياسيين الأنذال ها دفعت الكبد مالي ابني، هو كان معيشني والمعيش الله، والله كنت خارج الغوص، وهسه نازل بقطعة زراعية تريد لك يعني الطريق تروح بيه ماكو، وقام واحد يذب قدام ناس بيته يخلي له علواية، الماي وين يرجع؟ يرجع على النصة. وكونوا يشوفون بالقرآن الشريف، يعني هسه حكومة دايرة شعب من زاخو للبصرة، الحمد لله والشكر حصة موجودة، الشهيد إلى تقعيد، يعني هاي الشغلات ما يقدرون يسوونها. لا عمي ليش واحد يكذب؟ ليش يكذب؟ احنا كون تخلونا على بالكم عندنا هاي حي السلام. ما عندنا درم ما عندنا، بالقرآن الشريف ما عندنا درم. إذا يعمرون هاي المنطقة هي هاي الطابو يعني من حقهم يطالبون، بس احنا زراعي بس نريد من الله ومن عندكم توصلون كلامنا للمسؤولين. أشكى هم لكم في سبيل يعني توصل حكاية الكل واحد عنده مروه وعنده غيره، يدير باله علينا، احنا زرع ويقولوا الزراعة ما يطوب، ليش ما يطوبوا؟ هو لا ينتج، منين تسقي؟ من هذا؟ شو ذي شوفوا؟ هو هذا سمم العالم. إذا زرع يسقي هو هذا يسقي قاع تنتج زرع. نقول بلكن يديرون بالكم يديرون بالهم علينا. بلكن يغرروها لنا بلكن. لا أكثر ولا أقل. أول شيء السلام عليكم، أول شيء جسر ديالة، جسر ديالة تعبانة إلى أبعد حدود. الأبعد حدود جسر دياله، لا مجاري بيه خير، لا تبليط بيه خير، يسونا منا ويخرب منا، يعني شنو سوينا من ذاك اليوم من هذا اليوم؟ صارنا 25 سنة شوارعنا تعبانة، زين، ها جسر دياله طش شهداء يا أبو شهداء، وينه؟ وينه؟ خلي قريش يشوفونا، شوفونا شارع، شنو سوينا؟ نقطع الشارع ونضق قاطعنا الشارع منا لمن سوينا؟ سوينا شارع، زين، ملينا كافي تعبنا والله تعبنا، يعني تعال شوف التراب هاي، تعال شوف جسر دياله صاير بيها، ليش شايفينه؟ ليش؟ ليش احنا مو بشر؟ ادري احنا مو بشر لو حيوانات، خلي يجي يشوفونا الشارع. ما يسوون لنا حل عمي، ما يسوون لنا حل. ما يسوون كل حل ما يسوون زين؟ كل حل ما يسوون. اعظم كلمة حق واعظم كلمة جهاد، كلمة حق تقال ضد سلطان جائر. المنطقة مالتنا عبارة عن منطقة خارج عن الحدود. خدمات ماكو، مجاري، تبليط، مستشفيات، اي مدارس، ما اي شيء ماكو. الحكومات المحليه اللي عندنا من 2003 لحد 2017 او 18 متخذه بيوتها ومنازلها هنا عباره عن مكاتب عمل. الفلوس مال المنطقه تشتري بها املاك خارج المنطقه، وهاي هنا عباره عن مكاتب عمل وصرف فلوس. فعيب على حكومه او دوله، الدوله المفروض دوله قانون، الدوله يسمونها دوله قانون وخدمات، دوله قانون وخدمات، قانون يطبق بس على الفقير، الخدمات ماكو. عيب على دوله الشعب يطلع عليها على مود خدمات. رواتب المجالس البلديه او الحكومات المحليه بفلوس الرواتب يصير اعمار للمنطقه، شنو اللي قدمته الحكومات المحليه للمنطقه؟ ما قدمت شيء. عيب على رئيس وزراء يكذب، عيب على رئيس وزراء يكذب يقول راح اقدم خدمات، وطلعنا من 2017 هاي ثامن مظاهره او رابعه او هذا الاعتصام، ما سوينا شيء. اوعدك يا وعد واسقيك يا كمون، احنا صار لنا تقريبا سنه او 7 أشهر 8 أشهر نطلع وماكو تنفيذ. وسبب والسبب والسبب السبب هو الحكومات المحليه. كلمه حقها تقال، ما اخافاني كلمه حق، الحكومات المحليه هي السبب دمار المنطقه. والحكومات المحلية تاخذ دعمها من الدولة، ما تخاف. وقانون برايمر هو اللي سلطهم علينا، لا أكثر ولا أقل. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، ونشكر قناتكم الوقرة. احنا عندنا مناشدة، وهاي مناشدة أكثر من صار 7 أشهر الناشد، ومع الأسف ماكو أي استجابة. فنترجى من حيدر العبادي، هاي الناس اعتصمت، وهاي تعرف اكو ناس من دسين واكو ناس ما تحب هذا البلد، خاف يصير ما يصير شيء، هواي حسابات. فنتمنى من رئيس الوزراء ان يحسم الموضوع ويعطي كلمه امام الشعب وامام المنطقه هاي، ويشتغلون شغل صحيح بما يرضى الله سبحانه وتعالى، وتخلص العالم. فاحنا الله وكيلكم محمد كيف، منطقه منكوبه، ملينا، تعبنا، بعد ما عندنا اي صبر، واحنا باقين لنا لو نعرف سنه نبقى ونسد الشارع الا يوم شوف الشغل هنا، ما بعد منجوز بعد. فنتمنى من حضارتكم توصلون صوتنا، وهاي امانه عليكم،
وشكرا ورحم الله والديك. ننطر اكو عندنا نقاط ثانيه تم الاتفاق عليها سابقا، لكن في الظرف الحالي النقاط اللي طرحنا هي لتبليط الشارع 11 كيلومتر تقريبا، واللي شبه الطوارئ، والنقطه ثالثه مشروع الماء الكبير. ان شاء الله هاي انتهينا من عتها. عندنا خطوات 11 خطوه، هي بعد ما يتم اجراء الخطوات الثلاثه نضغط على الخطوات الباقيه ان شاء الله، لان هاي حقوق منطقه وليس مطالب، حقوق مشروعه مسلوبه مغتصبه من المسؤول من المحافظات، لان سبحان الله هاي المنطقه مظلومه من كل اللي اجوا عليها، من المحافظين، من رئاسة الوزراء، ما اعرف شنو السبب. المهم احنا املنا بالله كبير ان شاء الله، وبنفس اهلنا وبنفس جمهورنا وبنفس اللجنه التنسيقيه، اللي احنا من خلال فضائيتكم نقول للمنطقه، هي مخول المنطقه الوحيد، هي لسان حال المنطقه، وان شاء الله ما عاد شيء نضيفه، وجزاكم الله خير الجزاء وبارك الله بكم اخواني الاعزاء. ابناء المنطقه فقط من حقهم يجون يقولون احنا ضررنا. ابناء المنطقه اليوم بخير، شيخ العشيره بخيمه، حكومه محليه بخيمه. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر قناتكم الموقره. سبع مظاهرات اليوم بناحية الجسر من 3/8/2017 لهذا اليوم، قدنا سبع مظاهرات للأسف ما هزت غيرة الحكومة ولا هزت ضمير الحكومة، استهانة استخفاف عندنا هنا بمنطقتنا معاناتها. اليوم آخر مرحلة وصلنا بها أنه نصبنا الخيام، نصبنا السرادق. يوم أمس قطعنا طريق الجنوب، قطعنا ست محافظات الجنوبية عن مركز المدينة، ما رجعنا نهائيا ولا انسحبنا إلا إنعاش شهداء الحج الشعبي جابوهم. إذا ما تنفذت مطالبنا ويجينا وفد من رئاسة الوزراء ويعطينا ضمانات بالعمل الفعلي والحقيقي بإنجاز المشاريع المتوقفة بمنطقتنا، راح نرجع نسد ذاك طريق شرق القناة وطريق محمد القاسم نهائيا بهاي السرادق وبهاي الجماهير اللي جاي يشوفونها. اليوم مواطننا فقد الثقة بمجلس الوزراء، فقد الثقة بمحافظة بغداد، فقد الثقة بمجلس محافظة بغداد، فقد الثقة بكل النواب الموجودين. اليوم عندك انتخابات، إذا تريد تعول عليها هذا شعبك اللي ينتخبك، تجيب بنغلاديش تنتخبك، يفترض أنه إذا تريد دعاية انتخابية لنفسك توفر خدمات للناس، مو تتركها، مو تهملها، مو تعوف معاناتها. سبع مظاهرات ظهرت لك، شلون أسمعك صوتي بعد؟ انت اضطريتني خليتنا اقطع الطريق، انت اضطريتني انه استخدم هذا الاسلوب اللي اعتبره مو حضاري بس مفروض عليه، مكره سديت الطريق. اليوم منطقتي تعاني، تعاني اسبوع قطع طريق احسن ما تعاني 14 سنه مستقبليه عدا هاي ال 14 سنه اللي عانيناها. لا شارع مبلط، لا مستشفى، لا مي، لا مجاري، شو اسوي لك انت يا دكتور حيدر العبادي؟ فلوسك بالفساد والبرلمانك وتجي تضيمك على هاي الناس، على معاناه هاي الناس. اليوم ناحية الجسر مركز انتخابي مغلق، اليوم ما عندنا انتخابات نهائيا ولا نستقبل اي مرشح ولا دعاية انتخابية لاي مرشح. اليوم خلاص طفح الكيل، اليوم يجينا وفد يعطينا ضمانات فعلية ويتنفذ المشاريع على ارض الواقع، لا يعطينا ورقة. صار له سبعة اشهر يقشمر بيه، تسويف، مماطلة، كذب، خداع، ملينا. فلوسكم عزل الفاسدين وضيم علينا، فلوسكم بجيوب البرلمانيين الفاسدين وضيمكم علينا، شنو ذنبنا احنا؟ شنو ذنبنا؟ انطينا حقوقي، انطينا حقوق حاسبنا على اعتصام، انطينا حقوق وحاسبنا على قطع طريق، بس انت ما منطينا حقي وتحاسبني طز بيك، طز بيك، طز بيك وبحكومتك. اي والله. ايش وقت ما تعطيني حقوقي وتلبيها على ارض الواقع حاسبني وانا خادم. اكو مناطق، اكو مناطق انتم ما مصوريها، مناطق كلها تعبانه. هاي هناك هسه شوفوها مكب مال زباله، ماكو المناطق تعبانه كلش. اكو شط، هذا شط دياله، هذا شط دياله، هذا شط دياله، كان معبر الجسر دياله حتى نعبر على الزعفرانيه. شوفه هذا طق، هذا قبل سنتين طق، ولحد الان ماكو اي اعمار، لا اجى مسؤول شافه، لا اجى محافظ شافه، لا اجت محافظه، لا اجت امانه، ماكو اي احد، وكانه منطقه معزوله عن بغداد. احب اقول لكم هاي المنطقه بنص بغداد، وخليه يسمع رئيس الوزراء، هاي المنطقه هي اللي ضحت، وهاي صور شهداء، انا من ضمنهم عمي شهيد، وهاي كلها شهداء، شوفوها
هكذا شهداء طق جسر دياله دفاعا على شنو حتى يرجعون مناطق بغداد ومناطق كل منطقه طبها انس داعش. نحب نقول لهم هاي الاف متظاهره هنا مطالبها واحد تحسين الخدمات. اكو مناطق هسه هنا احسن المناطق هاي، اكو منطقه ما تقدر تعبرها ليش؟ لان اكو مكب للزباله ما موجود، ما حد يشيل الزباله، اكو مياه، اكو مناطق نازله ماكو اصلا لا طبوا، يعني من تبطر الدنيا والله ما تنعبر. نخلي يعني نص متر فوق الشارع، نص متر، لا سياره تعبر، لا غير سياره تعبر، احنا قمنا نمشي، لا تلحق تروح للوظيفه، نص ساعه يلا توصل، ما تلحق، هاي المناطق اللي هنا كلها تعبانه، هسه كون تروح وتصور، اي منطقه ماكو حتى تقول هاي منطقه حلوه بجسر دياله، كلها تعبانه، العقارات نزلت. البيت تريد تبيع عسلتين ما ينباع لان ما حد يجي جسر دياله، كله هناك تجيب ابو تاكسي من بغداد يجي تجيب جسر دياله، بس تقول له جسر دياله عفوا ما يجي، ما يطب جسر دياله، يقول انا ما طب جسر دياله، منطقه تعبانه، مع العلم هي بحت هي طت شهداء، هي هسه مضحيه الاف هنا موجودين، وعندنا بعد موجودين الاف، واذا ما تحققت المطالب هم نطلع، وخلي يروحون يصورون هاي المناطق التعبانه، شارع 60 وشارع 70 كلها مناطق بتنمشي. المشروع على المشروع.